ده البوست الخاص بصفحة البرنامج على الفيسبوك شيف نونة، البلد دي وكان مع الشيف نونة، و البوست الخاص بحساب الانستجرام هينزل معانا دلوقتي. هو ده البوست الخاص بحساب الانستجرام بي ان سي ايجيبت. هشوف اسئله حضراتكم اللي موجوده عليه ونبدا ان احنا نجاوب عليها كلها دلوقتي ان شاء الله. طيب تمام، نجاوب الاول على اسئله الناس اللي طلبت معانا النهارده وبعد كده نشوف البوستات بتاعتنا عليها ايه. طلبت مننا ايه؟ طيب ام محمود كلمتنا الصبح وطلبت مننا الكباب. بص يا ام محمود، اهم من تتبيله الكباب حته اللحمه نفسها اللي انت بتستخدميها. طيب حته اللحمه دي بتفرق من ان انت عايزاها تستوي معاكي بسرعه وما تاخدش معاكي وقت في التسويه، او ان انت عايزاها تاخدي حته لحمه من الطعامه. طيب حته لحمه من الطعامه يبقى هتجيبي اللحمه اللي هي الضاني حته معينه كده عايزه تتشوي ريش طبعا زي ما انت عايزه، بس انا بحب حته الكباب تبقى يا اما بتلو وتطعم حلو قوي. طب التطعيمه بتاعتها ايه؟ انا بجيب الخلاط ما بحطش عليها حاجه مبشوره او ما بحطش عليها حاجه تتحرق مني. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عايزه التتبيله بتاعتها كلها ايا كان هي ايه، هتشوي ريش، هتشوي لحمه بتلو، هتشوي لحمه ضاني، ايا كان نوع اللحمه اللي هتشويها عايزه التتبيله بتاعتها تبقى سوائل. يعني ايه سوائل؟ يعني اضربي كله في الخلاط وبعد كده صفيه في مصفه ضيقه عشان يبقى سايل. لو احنا حطينا عليها بصل وحطينا عليها طماطم وحطينا عليها حاجات كتير كده وبدات ان هي يبقى عليها حبوب من فوق الوش كده، اما تيجي تتشوي هنلاقيها محروقه، هنلاقيها نشفت، هنيجي ناكلها مش هيعجبنا الطعم بتاعها، فعشان كده لازم نتبل في سوائل. طيب انا عايزه اتبل الكباب تتبيله حلوه قوي تبقى مميزه ريحتها في منتهى الجمال. هجيب الخلاط عندي احط فيه بصل واحط فيه طماطم عصير ليمون وهحط كمان معاه سنه من الخل، اهم حاجه سنه من الخل دي عشان اللحمه ما تاخدش وقت في التسويه. بحط ملح وفلفل اسود، ببدا ان انا احط كمان ايه سنه من جوز الطيب، كل دوت في الخلاط اضربه كويس جدا، حبه ملح ما احطش كمون طبعا، هو ملح وفلفل اسود بس. ببدا ان انا اخلط ده كله كده مع بعضه مع معلقه صلصه طماطم او ما احطش صلصه طماطم، وابشر طماطميتين او اضرب طماطميتين معاهم مع شويه بابريكا عشان حته الكباب لما تتحط في النار تبقى محمره. طيب طعمته وتمام وزي الفل، اجي بقى ساعه الشوي. لو انت اللي هتشوي عندك على الجريل ماشي، هتشوي على فحم، اهم حاجه المسافه اللي بين اللحمه وبين الفحم ما تبقاش قريبه قوي علشان الحراره بتاعت الفحم ما تحرقهاش وتيجي بعد كده تاكليها تلاقيها نيه. بين الفحم وبين حته اللحمه مقام شبر، بين الفحم وبين حته اللحمه مقام شبر علشان تستوي براحتها وتاخد اللون بتاعها حلو، تيجي تاكل حته اللحمه تلاقيها معاكي دايبه. طيب نونا، لو انا عايزه اشوي في الفرن ومش عايزه ما عنديش شوايه والكلام ده كله، حاجه سهله جدا وبسيطه. الفرن عندي اهو تمام، هجيب ايه؟ هجيب اللي هي الشوايه اللي بتتقفل وبتتفتح كده، بتتباع عند مستلزمات الحلويات الادوات المنزليه او في الاسواق، مش غاليه، بتتباع ب7.50 جنيه اللي هي بتتفتح بالشكل ده كده. طيب هبدا ان انا ارص فيها حته اللحمه بعد ما اتبلها قبلها بليله او قبلها ب5 6 ساعات، اهم حاجه اوعوا تنسوا معلقه الخل علشان تدوب لي الامسجه بتاعت اللحمه وتسويها لي بسرعه. هبدا ان انا ارص عليها. طيب في ارضيه الفرن هنا هجيب صاج مربع وابدا ان انا احط فيه فحم واولعه قبلها بشويه، هولعه قبليها بشويه واروح حاطه الشبكه بينها وبين الصاج او بينها وبين الفحم مقام شبر، واروح حاطه الشبكه عليها وابدا ان انا اقفل باب الفرن. هتبدا ان هي الفحم يبدا ان هو يشتغل زياده، يبدا ان هو يشوي لي اللحمه شويه، واروح ماسكاها قلبها الناحيه الثانيه بنفس قفلتها، هتستوي من الناحيتين، ادوقها هلاقيها دايبه وصحتين وعافيه على قلبك يا رب. يبقى احنا شوينا في البيت ما بهدلناش الدنيا، لو ما عندناش شوايه هنشوي في الفرن وهيطلع معانا زي الفل ان شاء الله. طيب ايه طلب مننا تاني النهارده؟ طيب مين اللي طلبه؟ هبه طلبت معانا البرجر. بسم الله الرحمن الرحيم. هبه طلبت معانا البرجر، البرجر عشان تاكليه صح ولو عايزاه زي ما بنجيبه من بره، بره ما بيبقاش لحم صافي. سوري في الكلام اللي هقوله بس كداب اللي يقول لك ان البرجر اللي بنجيبه من بره لحم صافي. ده ما بيبقاش لحم صافي، طب امال ده بيبقى ايه يا نونا؟ ده بيبقى لحمه وعليها فول صويا. لحم وعليه فول صويا. فول الصويا هو اللي بيدي القوام المظبوط للبرجر، تحس ان وحدة البرجر ما شاء الله عليها تخينة كده، هو لما تيجي تسويها تلاقيها حجمها زي ما هو، ما بتكشش الكشاشان اللي احنا بنبقى عاملينه. يعني احنا لما بنجيب اللحمة عندنا في البيت لو عملناها كفتة او عملناها برجر بنلاقيها بتكش، لكن لما نيجي نجيب البرجر من بره بنلاقيه زي ما هو ومنفوخ كده ومنفوش. طب ده من ايه؟ ده من فول الصويا اللي هم بيبقوا عاملينه بيه. طيب احنا عايزين نعمله بقى في البيت يا نونا، نعمل ايه؟ ها
هنجيب اللحمه وهنروح متبلينها ملح وفلفل اسود وسنه من الثوم البودر وسنه من البصل البودر. طيب لو حطينا بصل او حطينا طماطم او حطينا خضره او الكلام ده كله كده ما بقاش برجر، كده بقى اي حاجه تانية غير البرجر. احنا لما بنيجي نعمل كفته بنحط الحاجات دي، بنحط طماطم بنحط بصل والكلام ده كله، بنحط بقدونس وبنتبل الكلام ده كله، لكن البرجر ما بيبقاش كده. لما بنجيبه من بره، عمركم شفتوا برجر بيجيبوه من بره في بصل وفي طماطم وفي الكلام ده كله؟ بتاكلوا قدامكم او شايفين قدامكم حته لحمه صافيه ما فيهاش اي اضافات، لكن لما بتتحط على النار بتبدا ان هي تدي اللسوعه اللي احنا عايزينها دي، وبتلاقوا الحجم بتاعها تمام وزي الفل. طيب يبقى هو ملح وفلفل اسود ومعاه سنه من البصل البودر والثوم البودر، كله بودر، بيتعجن كله مع بعض. طيب نونا بره بيحط فول صويا وانا مش عايزه احط فول صويا، بس في نفس الوقت عايزه نفس النفخه ونفس ان اللحمه ما تكشش مني. في الحاله دي بقى هروح حاطه مع ال بسم الله الرحمن الرحيم، مع اللحمه نفسها حته دهن كلاوي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مع البرجر علشان اولا يطعمها، ثانيا ما يخليهاش تكش. حته دهن الكلاوي، ايه دهن الكلاوي ده؟ يعني انا اروح اقول للجزار انا عايز حته دهن كلاوي، الاسم التاني ليه اللي انتوا ما تعرفوهوش، للناس اللي ما تعرفوهوش، الطرب او المنديل. هناخد منه حته نفرمها ناعم قوي، هندخلها مع اللحمه، بدا ان هو يدينا نفشان، يبقى البرجر ما كشش مننا وفي نفس الوقت ادى تطعيمه، يبقى انت ما بتاكليش لحمه صافي. نعجن ده كله مع بعضه، نبدا ان احنا نجيب علبه غطا بطرمان كده او حاجه ونحط لنا كيس النايلو، ونبدا ان احنا على الحجم طبعا اللي احنا عايزينه، نبدا ان احنا نغلف وبعد كده نروح راكنينه على جنب يتشمع شويه او يتحط في الثلاجه شويه. نبدا نجيب جريلا ندهنها زيت، دهنه زيت خفيفه، ونسخنها قوي ونحط عليها قرص البرجر. طيب بعد ما حطيناه نحرك في وقتها، اوعي لو حركتي في وقتها اللحمه هتنكش منك ويبقى انت كده خدتي قرص برجر غير اللي بيتجاب من بره. طب واحنا هنعمل ايه؟ نسيبها يسخن بس على نار متوسطه، ما تبقاش نار عاليه علشان ما تلسوعش مني ويبقى ما استواش. الجريلا سخنت قوي، حطيت قرص البرجر معمول الجريل دهنه زيت واسيبه. ابدا احركه امتى؟ لما امسك الطاسه او الجريلا احرك كده يتحرك معايا بسهوله. طول ما هو ما اتحركش بسهوله كده معايا يبقى انا ما اجيش جنبه. مجرد ما اتحرك ابدا ان انا وانا مطمنه اقلبه الناحيه الثانيه علشان يديني القرص زي ما انا ما عايزه. طيب ماسك التفتيح مين اللي طلبته مننا؟ طب نجاوب على ده ونطلع على طول. ايمان طلبت مننا ماسك التفتيح. ماسك التفتيح يا ايمان انا اتكلمت عنه كذا مره وناس كتير شفتها طلبوها في الكومنتات. طيب قبل ما نفتح لازم نشيل الغمقان. طيب وقبل ده كله خالص عايزه اتكلم في حاجه صغيره قد كده. يا حبيبتي لما تكوني اصلا بشرتك سمراء مهما تحطي مش هينفع. ربنا خلقك سمراء، ربنا خلقك جميله، السمار نص الجمال، ده اللي ما كانش كمان يبقى الجمال كله. فما ينفعش ان انا اصلا طبيعتي سمراء ووراثيا سمراء واهلي كلهم سمراء وانا طبيعه بشرتي ربنا خلقني سمراء وابدا ان انا ادور على كريمات تفتيح عشان تخليني بيضه. مين اللي قال كده؟ مهما تحطي حتى لو فتحتي بميك اب او فتحتي بكريمات كيماويه او الكلام ده كله هيفتح لك دقيقتين، مجرد ما تغسلي وشك هيرجع لونك الطبيعي اللي ربنا خلقك بيه. فاحنا نبدا الناس اللي بتحتاج كريمات تفتيح اللي هي ايه؟ اللي هي اصلا بتكون بيضه ومن الشمس ومن عوامل الجو والكلام ده كله بدات ان هي تغمق. من نزولها الشارع والشمس والصيف والشتاء والكلام ده كله بدا وشها مثلا يغمق شويه، لكن رقبتها فاتحه، فلما بتقعد قدام حد في فرق لونين وده ما بيبقاش حلو. ايديها مثلا او جسمها من جوه فاتح لكن وشها غامق، فهي طبيعه وشها طبيعه جسمها وطبيعتها بيضه. فنبدا ان احنا نديها كريمات تفتيح او ماسك للتفتيح، ما بيبقاش كريم، ماسك للتفتيح علشان يرجع لونها وشها السمار من الشمس للون جسمها الطبيعي. لكن يا حبيبتي ما تبقيش انت اصلا طبيعه بشرتك ربنا خلقك جميله وسمراء ونرجع ندور على كريمات تفتيح او ندور على ماسكات تفتيح. فاللي هيستخدم الحاجات اللي انا بقولها دي يكون اصلا طبيعته اصلا بابيض، مش ان هو يكون اسمر ومحتاج ان هو يفتح. طيب احنا بنعمل ايه قبل ما نبدا ان احنا نستخدم حاجات تفتح بشرتنا وترجعها للونها الطبيعي اللي ربنا خلقنا بيه؟ نبدا ان احنا نشيل اصلا الهلكه بتاعه الجو وهلكه الشمس والكلام ده كله. بنعمل حاجه اسمها ماسك تقشير.
قبل اي حاجه خالص. ايه ماسك التقشير ده؟ حاجات بسيطه جدا وموجوده عندنا في البيت. بنجيب صفار بيضايه مع معلقه حليب بودر، لبن بودر، ومعاهم معلقه نسكافيه اللي هو الحبيبات، وابدا ان انا اقلبهم كويس جدا لحد ما يبقى الخليط سايل، وابدا بفرشه بسيطه كده او فرشه ناعمه ابدا ان انا ادهن وشي، ادهن رقبتي، كعاني، ركبي، كعابي، صوابعي، دهنه بسيطه خالص كده، واسيبه من 5 دقائق ل 10 دقائق يبدا ينشف، وهي دهنه بسيطه ما يتقلش علشان ما ياخدش وقته في النشفات. مجرد ما نشف ابدا ان انا افرك في حركه دائريه كده، منها بنشط الدوره الدمويه لجسمي، وفي نفس الوقت بفرك الماسك اللي انا حطيته، سواء بقى على الوش افرك لفوق، ما افركش لتحت، افرك لفوق كده علشان لو في اي تجاعيد او اي ترهلات في الوش تبدا ان هي تتشد معايا، افرك كده 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 لحد ما كله يتفرك وينزل، ابدا ان انا اغسل وشي وبميه ورد وبقطنه ابدا امشي عليه. كده انا شلت الغمقان اصلا وعوامل الشمس وعوامل الـ زي ما بيقولوا ايه، الطبقه الغامقه اللي موجوده على الوش. طيب ابدا بعد كده بقى اجي بالليل عايزه احط حاجه على وشي منها تفتح ومنها ترطب، وتفتح ترجعني اللون الطبيعي، مش ان انا اكون بشرتي غامقه اصلا وارجع اقول انا عايزه افتح. طيب بستخدم ايه؟ عندنا حاجتين، يا بستخدم الماسك اللي هو بتاع لبان الذكر، لبان الذكر دوت اللي هو بيشد التجاعيد اللي في الوش وبيبدا ان هو يشد البشره من الترهلات والتجاعيد اللي فيها، يا اما بنستخدم كريم الرز. كريم الرز ده افضل حاجه للتفتيح والترطيب. طيب بنعمل ايه؟ بجيب نص كوبايه من الرز وبحط عليها كوبايه من الحليب واقلبهم مع بعض واسيبهم في الثلاجه ليله لتاني يوم. باجي تاني يوم بروح ماسكه الخليط ده حطاه في الخلاط وضرباه كويس جدا 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 يبقى ناعم، واجيب شاشه، ويفضل ان هو يكون شاشه علشان ما ينزلش حاجه خشنه تجرح لوشي، اجيب شاشه وابدا ان انا احط فيها الخليط ده كله واعصره جامد واخد الخلاصه بتاعته. الخلاصه بتاعته دي حطيتها في طاسه صغننه كده او كزرولة صغيره، حطيته على النار، بدات ان انا اقلب، هيبدا ان هو يتقل معايا. مجرد ما بدا يتقل معايا احطه في بوله واركنه على جنب واسيبه يبرد. بعد ما بيبرد بحط عليه ايه؟ معلقه زيت زيتون ومعلقه عسل ابيض، وبحط معاه كمان كنا حاطين حاجه ثانيه معاك ومعلقه زيت لوز مر. بخلط ده كله مع بعضه مع اللي نزل من الخليط وابدا ان انا احطه في بطرمان وابدا ان انا ادهن بيه كل يوم بالليل قبل ما انام. بيفتح وبيرطب وبيخلي البشره في منتهى الجمال، بترجع زي بشره البيبيهات ما شاء الله. كان حبيبتنا الحاجه فاطمه مش كده؟ تمام. الحاجه فاطمه طلبت مننا المنين، هننزله دلوقتي على الشاشه وعلشان تصوره او تكتبه على طول معانا، بس هي تصوره اسهل لها، ونشوف مقادير المنين بتاعتنا بتقول ايه يا رغده. 3 كوبايات من الدقيق، معلقه صغيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من السكر، 3/4 كوبايه زيت، رشه من الملح، حليب دافي للعجن، وسمسم محمص طبعا للوجه. طيب في حاجه في المقادير بتاعتنا دي اللي هي ايه؟ انا كاتبه في المقادير حليب دافي للعجن، تمام؟ طيب وحاطه 3/4 كوبايه زيت. طيب نونا، هو انا لو عايزاه المنين ده اللي هو هيبقى فيه ايه؟ قرمشه، بس مش اللي هي القرمشه اللي تقرص، هيبقى بتكليب يقرص معاكي كده وبيقرمش بس في نفس الوقت بيدف في البق. طيب لو انا عايزاه بقى يبقى مقرمش قراقيش قراقيش اللي هو المنين بتاع الشاي اللي هو المقرمش، هعمل ايه؟ هشيل الحليب الدافي للعجن واحط ميه دافيه مع نفس مقدار الزيت، اشيل الحليب واحط ميه دافيه. لكن لو انا عايزاه ان هو يبقى مقرمش بس في نفس الوقت لما اكلها تبقى دايبه في البق كده، هنعجن بحليب. جربيه وان شاء الله هيطلع مع حضرتك زي الفل. طيب دي صفحتنا اهي، صفحه البرنامج البلدي، وكان مع الشيف نونا. هنشوف دلوقتي اسئله حبايبنا. طبعا بشكركم جدا 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 على الكومنتات الحلوه، بشكر الناس اللي موجوده على طول معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، الكلام الحلو ده. عمر خالد طبعا، وفرحه محمد، وحبايبنا اللي على طول ما شاء الله عليهم بجد بجد، ربنا يديمهم في حياتنا يا رب. مجرد ما يكون في سوشيال ميديا او اي بوست انا بنزله على السوشيال ميديا بلاقيهم طبعا موجودين معايا، ربنا يديمكم في حياتي، كلامهم بجد بيبقى حلو قوي. عمر خالد شيف المستقبل، ربنا يوفقك يا رب ويصلح حالك. فرحه محمد ما تحرمش منك ابدا ابدا، صباحك كله خير وبركه يا رب، الله يسعد قلبك. مريم عبد الدايم ما تحرمش منك ابدا يا رب، حلقه عن السيره بعينيا الاثنين اكتبي عندك يا رغده. الاسبوع الجاي نعمل حلقه عن السيره ونشوف، يعني هحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل 3 اصناف حلويات، والثلاث الاصناف حلويات يبقى كل صنف ليهم ليه نوع سيرب معين.
وهنشوف السيرب دوت بيتعمل ازاي. يعني انا مش هعمله قبلها، لا هعمله في الحلقه علشان نشوف ده بيستخدم لايه وده بيستخدم ليه. عينينا الاثنين نكتب يا رغده الاسبوع الجاي ان شاء الله. مريم عبد الدايم ما تحرمش منك يا حبيبتي، تسلمي لي، نور القران، الله يسعد قلبك، المخلل السريع، عينيا الاثنين، وطريقه الكايزر، عينيا الاثنين، حاضر. كل الكومنتات اللي مكتوبه عندنا النهارده وفيها طلبات ده هيبقى ان شاء الله الاسبوع الجاي. يعني سكريبتات الاسبوع الجاي وطلبات الاسبوع الجاي ومقادير الاسبوع الجاي كلها باذن الله ربنا يديني ويديكم العمر هتبقى عباره عن الطلبات اللي حضراتكم كاتبينها دي. عينيا الاثنين، حاضر. نطلع فاصل، احنا ما عندناش فاصل ثاني يا حمدي. عينيا الاثنين، حاضر. عينيا الاثنين، حاضر. بشكر كل اللي موجودين معانا بجد على الصفحه، ما تحرمش منكم ابدا. اي محمد، عز علي، عبير بيرو، ايات سيد، رودي وحمودي، ام يوسف، حسين، متولي الشرقاوي، كوكي وهاني، مينو، نيمو، سناء، سمسمه، بجد ربنا يسعدكم بجد بجد، الله يديكم راحه البال ويرزقكم الخير كله. كل حبايبنا اللي كاتبين كومنت باذن الله هحاول بعد الهوا باذن الله، بس كان لي يعني في النهارده لايف مهم هعمله لكم وهجاوب بنفس النظام على اسئله حضراتكم. فان شاء الله استنوني في لايف كده على الساعه حوالي هنقول أربعة كده تكونوا رجعتوا من اشغالكم، او الناس اللي بتشتغل بره، او الناس اللي لسه عندها اكل هتعمله، تكونوا خلصتوا الاكلات بتاعتكم كده، وعندنا لايف ان شاء الله على صفحتنا شيفنون عربي وانجليزي نتكلم فيه عن كل حاجه ونجاوب على الاسئله بتاعت حضراتكم. بشكركم دايما على وجودي في حياتكم، وجودكم في حياتي، بشكركم دايما على كلامكم الحلو وكومنتاتكم الجميله.